وقتاش الوزراء يكون عندهم قيمة؟ كيبدا في ظل نظام ديمقراطي يكون الوزير عنده قيمة. هذا النظام الديمقراطي كيفاش ما يعمل وزير أول ولا وزراء؟ الكل واحد منتمي لحزب معين. الوزير الأول ما يحكمش، شكون المرجعية الحزب؟ خاطر الحزب ينجم يتنطر الوزير الأول. هذوما حتى هما مش في إطار الحزب ما حد شيء، إطار حكومة تكنوقراط. أنا عبارة أنا توريتها في أعوذ بالله كنت أنا كان رئيس لجنة عليا. ونحط معايا مديرية. شكون ديسيدور؟ أنا مش دي مديرية، مديرية كل واحد ما تعملش تطرد. التغيير في مستوى الهرم راه خاطر حتى مازلنا إذا كان بكري النظام الرئاسي يخدم الزين رئيس برشا جماعة يقول لك أنا في ظل فترة تاع الزين ما عملت شيء بسرية ما عملت شيء خيحكم قدام الزين هو بكل موضوعية ما يحكموش الزين كيجي بعينيه معناها كل شيء ده حاضر يجي صح وكا برشا وزراء خدموا ما عنده حتى ذنب عمل وقد وتجاوز خرق قانون يقول لك شنو يقول لك لا راه تعليمات هاو تعليمات رئيس الدولة ولا هو المنشور دونك إيه لهم كيف كيف الوزراء في البيوت تغنوش إيه دونك قلت غنوشي ولا حتى شو اسمه تقول خدمة وزير الداخلية وزارة الداخلية في الولايات متمسكة بالذي لا عين توالي يعني حتى وين ما تبدو بركة مثلا اليوم أقل أما الولايات تريد تخطي كل مرة والي يهجموها نقول إن شاء الله يفرقوهم بعض مقتنع يعقوه الولاية خاطر خاطر بلادها قلت حياة يعني انت ترى لي الحكومه المؤقته هذه تجمعيه وقاعده تكرس في التجمع تخلي فيه في جراند بارتي جراند بارتي شنو المرجعيه تاعها؟ نقول لك علاش شنو المرجعيه تاعها؟ تشوف الوزراء اللي ما خدموش قبل اللي جابوه ما خدموش السياسه ما يعرفوش انا نقول له حط وين يقول شكون حط ما نعرفش بالحق شكون حط وين ما نعرفوش انا الوحيد اللي عينته صاحبي يخدم في المحكمه معايا خدمت هذيك خاطر نعرف علاش ما نعرف برشا عباد مانيش عين خاف علاش خاف؟ خاف من العربون حطوا يشربك ولا ما نعرفوش تجمع مش تجمع وما نعرفش شنو انا سلوكه ما نعرفوش حفظ هذاك صاحبي نعرفه ما نمسي كتوي مع بعضنا ثقه بكذا حتى الوزاره مشى كزيد في كل ما يلتوى الغدو ما عندوش زاد ولا سياسي ما عنده حتى شيء يخدم يبيع وال 35 ما تمددوا وغلط انا عملت غلطات كبيره السياسه تحب الخباثه قلت الحياء وتشيتي والميكماك وما توريش انا وقت اتكلم قلت ما تعرفش نعمل هذه وانا اتعلم وقت انا دي فورماسيون في المحكمه قلت شنو مشكل بيناتي اخويا هاو تونسي هاو ورق شوف السخط كنت راه مانيش حتى عارف غير هذا دونك تعلمنا علاش كنت شفافيا في الجلسات ما علنيه ما تجيش تخبي حاجه هذه محاكمه معقول تدي الورقه توري دوسي الورقه اللي هي ديترمينانت في قضيه تخبيها في الخدمه ما يفكوش بها وبعد في الحكم تاعك تركز عليها سقوطيه وما عندكش حق القانون ومعناها جريمه تسمى ما تخبيش وثائق باش تحاكم على الانسان محامي ما يطلعش عليهم ولا ما تجيبوش بها تريقرا انا نقول مثلا نايب شو بدل وهم غاديك كل عندهم كان رد خبر تكلم كلمه هنا بعد تعلمت تخرج برا الو يعني الدنيا كل حتى خسر لي البيت كله فرحات روح شنو معتمدين مثلا انت تصور المعلومه وصلت شوي وصلت وجلسوا عليها وقرروا فيها وعملوا كذا يقول لك الو وراه كذا كذا تقول لا ما ديني في بالي بالحكايه دي الحاجه اللي قلت بالغلطه حقني انا الفكره نخبيها نجي مثلا صباح كي نجي تو نقول ايش فلان هات لي برقيه اكتب المعتمدين الكل اقامه تو ونقول له ما تمشيش البيرو بليز هاكا عندي عايد السكرتير كله قدها تو خذ مخرج هذيك تعطيك راسها بها هذيك تعلمتها بعد معقول دوك المدير العام تاع الشؤون السياسيه انا مدير عام الشؤون السياسيه كي تعطيه معلومه كما كيف تو دو سويت تمشي وتسقط عليها كده. قبل ما تاخذ اجراء يقولوا بدي كيف يمكن ان يكون القضاة التونسيين دور في الرقابة على الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟ وقاعدين نشوفوا لنا في جمعية تونسية القضاء والقضاة قاعدين نشوف في النقابة وصراع قائم بيناتهم ياسر في الإطار هذا أن نرى مراقبة الاستحقاقات السياسية القادمة القضاء ما نجم يكون كان جزء في الرقابة إذا جينا بجملة من هيك الأخرى اللي هي حزبية وخاصة جمعيات معناها غير حكومية. الناس كل القضاء ما يلزموش قضاء وحده أول حاجة أنا المأمورية والمسؤولية هذه أكبر من حجمه وباش تكون في مصداقية أكثر بتاع الرقابة لازم يكون موكول أمرها لجميع شرائح المجتمع بما فيهم القضاة، حتى فيهم الطبيب هي الأطباء محامي قضاة جمعية المعتنين بالحريات جمعية حقوقية شرط الناس كل اللي هما ناس عندهم مستوى معين وقناعة شو تحريف القانون تاع قضاة القانون في الحكومة وش وقع في القضاة تقول لك؟ أعطيك معلومة باهية
وذات ما قالوا له نرجع ديما الخلفية التابعات ربما اللي فورس أوكولت هذوما الخفية بتاع النظام السابق اللي ما نعرفش عليه شكون قضاة ما قالوا شي عين ثلاثة قضاة في المجلس ومراقبة الانتخابات هيئة مراقبة الانتخابات شي يعرضوا ستة ويختاروا من ثلاثة ثلاثة من الجمعية وثلاثة من نقابة القضاة هما الجمعية كانت تعتقد من الأول اللي هي باش تعين الستة يا أخي في المجلس قالوا لا مادام فما نقابة شرعية فما تمثيلية بتاع هيك أنت ثلاثة وأنت ثلاثة الاخرين قالوا مش معقول هذا ما انشاء النقابه هي شكل اشكال التفاف على الثوره كذا نحن ساهمتك وقال حسست حتى النقابه قالوا النقابه اون سو ديزيست اون سو ريتراكت نوخر خلي الجمعيه برا المشروع بتعمل وذاك علاش وقت اللي الندابه تو وقع تعطيل هذول ما تمش عمليه حطوا لهم سته قضاة كي وقع المرسوم كي سعيات بعثوا ستة قضاة هما شحطوا بعد اللي وقع تنطيح وما شاوروش فيه لم تقع استشارة لا ما وقعش استشارة الهيئة بتاع الإصلاح السياسي حطوهم زادوا كلمة ستة قضاة من الرتبة الثالثة نعم القضاة باش تعرف فما رتبة أولى اللي هي تقطع فيها 10 سنين فما رتبة ثانية ست سنين أخرين من 16 ودولا في السيزون تولي رتبة ثالثة إذا كانت تعدى الرتبة الثالثة تعدى لازم يكون عندك 20 سنة عمل فهي كي حطوهم في الرتبة الثالثة الجمعية المباشرين اللي قاعدين توا يعاقوا ويجاهدوا ويعملوا وسوا ديزون بالنسبة للحكومة يقول لك يشوشوا أغلبهم القضاة من الرتبة الأولى وشوية من الثانية ما فيهمش من الرتبة الثالثة تقول لي وي البروبليم يقول لك حطوهم مرتبة ثالثة اللي باش يقع انتخابهم في الهيئة العليا يكونوا ضعف من النقابة ما يكونوش من الجمعية ما فماش رتبة ثالثة دونك باش يقع إخسار أون ديريكت قالوا رافضين زعما التنقيح ما تحطش رتبة ثالثة كي ما تحطش مرتبة ثالثة باش كان قضاة مرتبة الأولى والثانية هذيك الأوبستاك أنا البارح عملت تليفون شو اسمه عيال بن عاشور مشيت ديرجونس قال لي جاني تليفون ومشيت لمجلس المستشارين قال لي راهو تكونسينا في الإطار هذا واحد تقبل شي هما القانون يقول إذا كان ما تعرضش ستة قضاة في الأجل بتاع 10 أيام الهيئة إصلاح سياسي هذاك إيش اسمه تعرف أنا طويل يقلع هذيك حاجة كنت معاهم كل يوم ما عادش نعمل معاهم تعمل كلمة كلمة وسط كلمة وربع تقول تو ما حفظتها الكلمة هذيك ولا تقعد معناها تقعد تلكلك باش تقولها كلها إيه ستر ونص العنوان كيما هذيا تو الهيئة العليا في 50 شوف كوميتي سوبيريور دي دروا دو لوم دي ليبرتي فوندامونتال CSDHLF حط كيما مانشستر يونايتد ريتا اف سي برشلونة ما تليش تتحلو ريال مدريد ريال مدريد ايش فيه هكذا ادري معنا ولازم نفسر له ياسر انا هذية خطر ما بالفري انا المجلس الوطني للحريات والمجلس الوطني لحقوق الانسان حلو على خاطر حقوق الانسان اشنو هي حقوق الانسان باش يعرس حقوق الانسان دي الحريه حقوق الانسان معناها دي ليبرتي فوندامونتال زي ما تقول نقص بوي بيان تو في حكم في بكري في نخدم في محكمه يكتب تكتب شي ثلاث اربع صفحات بالسندات صفحه برك بالسندات لخصوا ذوك الافكار كلهم حطهم ان دو تروا حتى خاطر تكنيك كله معاون شو المقترح تاع السيارات قلت لكم القانون كي ما تقدمش انت ستة قضاة في اجل 10 ايام فوركلون هذول الناس قلت حق لا ايه تعين تعين كيف صراحة لي خلينا نعين انا ديجا فتت كل الحديث حمد رحموني قبلت ونهار السبت كلمت التليفون استغفر قلت له دير حديث البيع بقطع هذه تعين القضاة تخشبي برا وتعقيب شنو المشكل ثلاثة من الناس وهذه فترة انتخابية وما نعطلوش ليشيونس تاع 24 جويلية جويلية ونحن مصلحة البلاد تقتضي معناها الناس تترقب والله اعلم ظروفها والمستثمرين يستناو وخلي يدوروا الدولاب ويستثمروا ويخدموا الناس ودور حركية الاقتصادية وفي الأثناء اللي كان فما ديفايونس والحاجات تحصل بعد الناس اللي يصلحها هاي اللي يجي هاي شوف ثلاثة قضاة